مشاهدينا صوت العدالة، أهلا ومرحبا بكم. نتواجد بجماعة البحارة ولاد عياد، وعي جماعي ويقاضة وتجاوب مع السلطات المحلية. أشرف رئيس دائرة سوق ثلاثاء الغرب وقائد المركز الدرك الملكي بسيدي محمد الأحمر على تأطير المواطنين في عمليات توزيع المساعدات للمستفيدين من الدعم المالي الاجتماعي الخاص بالرميد للفئات المتضررة وتقريبه إلى مكان سكنهم بشباك متنقل، حيث وصل عدد المستفيدين لأزيد من 700 شخص بمنطقة البحارة ولاد عياد، في ظل نموذج الاحترام والاحتراز وتنزيل التدابير الصحية المتقنة. كنشكر أولا بداية كنشكر جلالة الملك محمد السادس على هذه الإعانة اللي عاوننا بها، حنا عندنا الحجر الصحي، وكنشكروا جميع السلطة المحلية من قيد من مقدم من شيخ من الدرك الملكي من جميع السلطات المحليه كامله راهم قايمين بالشغل. في اي ساعه كنمشيو مثلا كنخرجوا عا بالليل نمشيو مثلا شي طبيب ولا شي حاجه كنلقاو قايد ديال الجماعات واقف بالشيخ ديالو بالمقدميه ديالو بالجامع لما يكون بجامع كل من هي اي حاجه، والناس اللي هما كيخرجوا معاهم الوليدات الصغيره نهينيوهم في الدواوير. الحمد لله هذا ماشي حبس، راه نظام الحمد لله. وكنشكروا الملك محمد السادس، الدعم جا في بلاصتو مهم للمغاربة كاملا. الحمد لله اللي كان حدا شي واحد ملي ما عدوش اولا هادي يتعاونوا مع بعضياتهم، حنا شدينا هاد البركة هادي. الا ما نعطيو الناس اللي كنشوفوهم اللي ما شدوش الفلوس ولا هادي كنت انت هنايا نتعاونوا معاهم، ولذا الله هي اللي كاين، هذا هو الواقع. لذا راشد ثم هنا 1200 اذا كاخت جاتنا في هذه الساعة يعني هذا الوباء اللي تسلط بنا، ويعني سيدنا وقف معنا والله إلا وقف معنا بالصح ديال بصح، ونطلبوا له الشفاء ونطلبوا له الصحة ونطلبوا له يعني يهز علينا هذا الوباء. والسلطات مساكن راهم خدامين يعني فوق جهدهم ليلا ونهارا، راهم واقف وما كانوش هما راه كان يعني هذا الشيء كان ينتشر ما كان ما يخلي حتى شي حاجة، ولكن بجهدهم هما راه حنايا يعني راه حنا يعني الوباء شويه ناقص، كوكو ما كانوش هما كره يعني كره كارثه، ونطلبوا من الله يتهز لنا الوباء. غير ولاد يوسف بوحديت هما ولاد يوسف من مورها السياح. الله تنتو ولاد يوسف بوحديتهم كملوا ولاد يوسف من مورها السياح. الله يرحم الوالدين. ايوا سيدنا تنشكر السلطه اللي وقفه معنا واللي حاميانا، وتا حنا زاني خصنا نعاونو، ما حسناش نبقاو نخرجو نديرو تجمعات ونديرو فيما بغينا نمشيو غنمشيو، راه حنا ماشي عندنا الحريه، حنا تنعاونو الشعب وتنعاونو راسنا نعاونو وليداتنا تنحفظو الجميع، نطلبو الله يحفظ الجميع ويرفد لنا الله هاد البلاء وهاد المصيبه. نطلب الله الله يحفظ سيدنا، الله ينصرو ينصرو على من عاداه، اللهم امين يا رب. شنو ممكن تقول لنا عن الاجراءات اللي اتخذتها الوكاله ديالكم المتنقله هنا بجامعه البحار ولاد عياد، وما هي التدابير اللي خديتوها مع السلطات لتخفيف العبء تنقل المواطن اللي مثلا اللي موليبوس الهام او اللي جمع دار الميمون؟ اول حاجه تنشكروا الناس ديال السلطات لان قدموا لنا واحد الخدمه، وبغيت نقدم واحد الامر هو ان المؤسسه ديال التوفيق هي مؤسسة تابعة لمجموعة البنوك الشعبية، وخدات هذه المبادرة هذه باش تكون قريبة من المواطنين وباش تعاون ما أمكن الناس وتنقص التنقل ديالها باش تقرب، وهذا سيرتو خاصة في رمضان دابا كاين واحد الحاجة شي شوية الحاجة ماسة للتمويل، داكشي علاش تنحطوا يدينا في يد المؤسسات كاملين وفي في الناس ديال السلطه باش نحاولوا نقربوا ما امكن المواطنين ونقصوا عليهم العبء ديال التنقل. الميساج شنو ممكن الاجراءات اللي كتاخذوها مثلا؟ كيكون عنده الميساج ولكن ما دخلش عندكم انتم في السيستم.
دابا هو ماشي ميساج، دابا حتى الناس ديال الصندوق ديال الجائحه انهم ما عطاوش للناس كاملين في وقت واحد باش يخفوا عاوتاني العبء على هذا، باش نحافظوا على انهم يكونوش تكتل ديال الناس بزاف واحد المنطقه واحده. دونك شنو هذا؟ كاين واحد، كاين عبر مراحل، كاين المرحله الاولى والمرحله الثانيه والمرحله الثالثه، هادو هما المراحل. يعني بالنسبه للوائح اللي عندنا دابا هما لوائح اللي تتخص الناس اللي توصلوا في الهاتف ديالهم بالميساج او لا بداك الاس ام اس اللي فيه بانهم خصهم يلتحقوا بشباك المتنقل.